السلام عليكم سادتي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء معكم اليوم بحلقة جديدة من برنامج كربلاء محط الرحال. راح يكون ضيفنا اليوم أحمد أبو علي من لبنان، راح يتحدث لنا بعض الشيء عن كرامات الإمام الحسين عليه السلام وتأثيره بحياتنا وتأثير هذه الكرامات على نفسه وعلى كل من يحيطه. بالتأكيد كرامات الإمام الحسين عليه السلام شاملة لكل المسلمين ولكل من هو يتبع قضية الإمام الحسين عليه السلام وهو يسير على هذا النهج الصحيح، قضية الإمام الحسين وحب الإمام الحسين والأئمة المعصومين. معكم سادتي المشاهدين حلقة جديدة من برنامج كربلاء محط الرحال، ابقوا معنا. حياك الله مرة أخرى ضيفنا وعزيزنا والحمد لله على سلامتك، خصوصا وانت تكلفت عن السفر لمجيء لكربلاء المقدسة. أحمد أبو علي من لبنان، حياك الله مرة أخرى وعظم الله أجرك بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أول شيء نعزي صاحب العصر والزمان باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ونعزي مراجعنا العظام باستشهاد الإمام الحسين، ونشكر قناتكم على ضيافتنا. نعم. ونشكر العراق على هذه الضيافة المميزة طبعا. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بالنصر دائما وبالسلام يعم في كل العراق إن شاء الله. إن شاء الله. بداية خلينا نتطرق لمواضيع خاصة بقضية الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام عندما استشهد كان له فد مبادئ وقيم استشهد لها، أو ما كان استشهاده وعبثا إنما لنصرة الحق ونصرة هذا الدين. من مبادئ الإمام الحسين عليه السلام كثيرة، فشنو يتطرق على بالك من هذه المبادئ؟ هلا عند الإمام الحسين عليه السلام كان في مبادئ كثيرة، يعني كانت تلم بهذه الثورة، ولكن المبدأ الأساسي عند الإمام الحسين كان هو الإصلاح. نعم. عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام، نحن نعرف هذا يعني القول الآلي للإمام الحسين، إنما خرجوا لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. نعم. الإصلاح الذي خرج فيه الإمام الحسين عليه السلام، إذا بعض الناس يشكك أنه قد طبق هذا بعد الإمام بعد استشهاد أم لا، فنحن نرى أنه طبق. لماذا؟ لأن الإمام الحسين سوق هذا الدم وذهب بدمه الشريف إلى أرض كربلاء. يعني الإمام الحسين كان ممكن أن يقتل في بمكة، لكن ذخر هذا الدم وحافظ عليه حتى وصل إلى كربلاء ليصبح هذا الدم، من خلال هذا الدم الإمام الحسين يفجر قنبلة، يعني مثل بمعنى قنبلة إصلاح وإسقاط للعرش الأموي هناك في كربلاء. وكانت السيدة زينب عليها السلام لها الدور الأساسي، دور يعني الإعلامي، دور الإعلامي الأساسي. لولا السيدة زينب عليها السلام لما وصلت إلينا الآن كربلاء وما عشنا هذه المشاهد التي نراها. لذلك الإمام الحسين عليه السلام سوق هذا الدم وذهب به إلى كربلاء، فجر هذا الدم، أسقط العرش الأموي. ولولا كلمة الإصلاح اليوم حتى لا نرى مساجد ولا نرى صلاة. هم أرادوا قتل الإمام الحسين، قتل القرآن الناطق. نعم. يعني بمعنى آخر أن الإمام الحسين يريدون أن يقتلوا فيه الصلاة والحج والزكاة والخطبة وكل شيء، لكن الإمام الحسين عليه السلام من خلال الإصلاح الذي خرج به نستطيع أن نرى اليوم أن الحمد لله رب العالمين ذكر الإمام بعد 1380 عاما، ذكر الإمام ومشاهد المشاهد المكرمة اللي عم نشوفها في العراق وكل الأنحاء العالم. فمبدأ الإصلاح الحمد لله يعني قد طبق بالكامل. نعم. وكما قلنا سابقا أن زينب عليه السلام كان لها الدور الأساسي في الإعلام التي وصل إلينا اليوم حتى رأينا كل هذه الكرامات بفضل هؤلاء. نعم. والحمد لله. هذا واحد من هذه المبادئ. مبدأ آخر يعني في مبادئ أخرى عند الإمام. نعم. عليه السلام واحدة من هذه المبادئ أنا راح أساعدك بها، اللي هي يعني الإمام الحسين أثناء المعركة وأثناء هذا الجو اللي كان جدا متوتر بأجواء المعركة وسبي العيال وهذه التفاصيل اللي كانت بالوقت ذاته، أنه ما ترك الصلاة. هو هذا الأمر اللي كنت بدي هذا أهم المواضيع كلها، لأنه قضية الإمام الحسين عليه السلام جسد لنا إياها بالصلاة. أكيد. يعني أنه اسمح لي أنه واقف على بلب المعركة وبأشد العراق اللي كان بذاك الوقت أنه ما ترك الصلاة. نعم. هذا أمر كنت بدي أتطرق له، أن الإمام الحسين عليه السلام نحن عندما يعني عندما نعيش الواقع دائما، عندما نرى أن هناك تقصير عندنا في الصلاة، فلنتذكر الإمام أنه في خلال يعني معركة كربلاء وفي آخر النهار
المعركة كانت تدور يعني بروحها وتراشق السهام وتراشق السهام والحجارة، ولم يترك الإمام الحسين الصلاة، حافظ عليها الإمام الحسين عليه السلام حتى آخر لحظة. فعندما نريد أن نصلي دائما نتذكر الإمام الحسين، نحن نصلي اليوم بلا مؤاخذة في مسجد، في مكيف، في يعني في أماكن راقية. الإمام الحسين جوع وعطش وسبع عيال وشمس حارقة، وكل هذا الأمر كان يحيط بالإمام ولم يترك الصلاة. لذلك عندما نرى أن هناك تقصير عندنا في صلاتنا فلنتذكر الإمام الحسين في آخر صلاته، لأن هذه الصلاة هي أساس، يعني هي عمود الدين وهي أساس الصلاة عمود الدين، وقبل ما سواها ورد ما سواها بالتأكيد. أعتقد هذا أنه أكبر المبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية اللي تركناها الإمام الحسين عليه السلام هي الصلاة. يعني احنا لو التزمنا بصلاتنا اكيد راح يكون كل حياتنا ملتزمين طبيعه الحال. صحيح صح، تأيدني بهذا الكلام. ويعني بعد الصلاة حتى شفنا في كربلاء امور كثيره، يعني الرحمة الحسينية كيف كانت مع مع مع, مع اعدائه. نعم. يعني اليوم الامام الحسين لما اعطى الماء للحر عندما كان يحاصر الامام عليه السلام، هذه كمان الرحمه هذه كانت موجوده عند الامام الحسين في كربلاء. يعني رغم كل اللي حصل في كربلاء، جاء الحر بجيشه وخياله وعطاشة، والإمام الحسين يقدم لهم هذا الماء وهو يعلم أنه سيحاصر ويقتل ويمنع عنه الماء. هذه الرحمة الحسينية كانت موجودة في كربلاء، كذلك هذا مبدأ من بعد، لأنهم أهل البيت عندهم رحمة وعندهم شجاعة وعندهم أمور كثيرة. نعم. فهذا الأمر كان يعني يتجلى في كربلاء. نعم. الرحمة الحسينية. نرجع للب الموضوع اللي تكلمنا به عن الصلاة، برأيك شنو السبب اللي يخلي يكون عندنا تقصير بعض الشيء بأداء صلاتنا، أو تكون صلاتنا بصورة سريعة؟ يعني هذه العشر دقائق نقدر نقول عليها، ليش ما نكون مسخرين عقلنا وروحنا وكل تفاصيلنا الروحانية لله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا الأمر بيرجع إلى أمور الدنيا. يعني نقدر نقول عليه هذه الحداثة والتطورات اللي دخلت عليها، حتى غير هيك يعني أعمالنا الكثيرة. مثلا اليوم واحد مثلا عنده محل معين ترى أنه يصلي في خمس دقائق، ليش؟ لأنه وحتى هو عم يصلي بكون عم بخطط شو بده يعمل بعد الصلاة وكذا. هاي الأمور الدنيوية هاي دي جعلت من الصلاة يعني لقلقة لسان. نعم. حركات يعني نقولها حركات رياضية، يعني أصبحت أنه ركوع سجود قيام هذا الأمر. أما أسرار الصلاة وهي أسرار الصلاة، هي الصلاة الخاشعة التي تقبل. يعني هذه الصلاة لا تكون كنكر الغراب كما قال الرسول الأكرم، الصلاة هو كنكر الغراب. الصلاة أهم شيء في مجتمعنا، يعني هي الصلاة أن صلح كل شيء. تحتاج تحضير أيضا. يعني الشخص تحضير هذا. نعم. يعني عندما كان الرسول يسمع أذان بلال، قبل الأذان يقول له أرحنا يا بلال. لماذا أرحنا؟ أرحنا مش أرحنا من الصلاة، أرحنا لأن اشتقنا إلى لقاء الله عز وجل، وكان أمير المؤمنين يخشى عليه عندما كان يصلي. ليه؟ لأنه عندما نعيش الصلاة بكل يعني تفاصيلها، بكل روحانيتها. نعم. صحيح أنا هذا الأمر صار معي في فترة من الفترات، يشهد الله أنه يعني أوقات بتصير الإنسان يصلي كيف ما كان، ولكن في فترات فعلا لما تكون بتصلي بروحانية ترى أن الدموع قد تتسقط يعني بنفسها، انه انت ما عم تحاول انك تكون على تماس مباشر مع على تماس مباشر مع الله عز وجل. بالتأكيد. يعني بتضع الله امام عينيك انه انت عم بتصلي اليوم، ممكن تكون هذه الصلاة الاخيره، حتى تقول انه تحس هو اكيد يسمعنا، لكن قد ما يكون احنا على تماس مباشر ويكون اذهان متركزه على موضوع انه احنا مقترنين مع الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاه، قد ما نكون وصلنا لهذه المرحله نحس انه الله سبحانه وتعالى يسمعنا فقط لحالنا. يعني نسمع أنه أنا من أريد يعني أبعد في الطلب لله سبحانه وتعالى أو أتوسل به على في موضوع معين، نشوف أنه الله سبحانه وتعالى حس أنه يصغي لي فقط أنا، يعني منتظرني أنه أنا أدعو حتى هو يستجيب لي. بهذه اللحظة صدق أنه إحنا نحس تقربنا لله سبحانه وتعالى، التواصل بين الله سبحانه وتعالى. برايك شو نقدر نعالج هذا الموضوع؟ هذا الأمر بده دراء، يعني بده نحن نتعب على أنفسنا شوي، يعني نشوف نحن هذا السبب شو اللي عم بيخلينا انه صلاتنا لا تكون خاشعه، انه الصلاه ان تكون حركات رياضيه وسريعه وكذا. يجب ان نجلس مع انفسنا ونرى ما هو السبب او هو الخلل الذي جعل هذه الصلاه من الخاشعه الى صلاه حركات بهلونيه او رياضيه مثلا. نعم. فهذا الامر هو الدنيا، يعني ما فينا نقول انه في شيء اخر او انه هموم الحياه وكذا، ولكن هذا ما في، يعني هذا ما انه عذر
هذا لا يعني ما فينا نقول انه هذا عذر انه نحن الصلاه نفعل فيها انه بهذا الامر انه كرمال اشغالنا واعمالنا. بالتاكيد لا، لازم نقعد مع الله نعمل مراجعه لانفسنا. نعم. نراجع نفسنا شو السبب، شو عندنا. لما بتروح انت عند الامام الحسين عليه السلام ما بتبكي، ما بدك تراجع نفسك شو السبب؟ ما انت جيت عند الامام الحسين من لبنان من ايران من كل العالم، جيت عند الامام الحسين ما بكيت عينك على الامام الحسين، طيب شو السبب؟ شو السبب؟ ما في سبب. السبب هون بيرجع للقلب، اذا القلب انكسر ما بتبكي، صحيح ولا لا؟ القلب بده ينكسر القلب، القلب ايضا كان بعيد على هذا. والصلاه نفس الشيء، اذا ما انكسر القلب ما حد قدر تبكي في الصلاه. والصلاه انه الانسان لما بيبكي في الصلاه تكون صلاه يعني غير اللي نحن بنصليها. حتى بنشوف العلماء المراجع عندما يصلون كيف يتصرفون في صلاتهم، فهيدا الانكسار القلب بدنا نشوف نحن شو الخلل. الخلل هو التعلق في الدنيا، يعني نحن افكارنا نحن عم نصلي بنصير نخطط بعد الصلاه وين بدنا نروح، شو بدنا نسوي، شو عندي. سبحان الله، يكون تركيز بهذه العشر دقائق بهذه الامور. لأن الشيطان هون، الشيطان هو لعبه الشيطان هون موجوده، انه ما بيروح لعندك انتم في مثلا منطقه رقص وغناء، لا الشيطان ما يروح لعندك، هو بيجي لعندك لما تكون في الصلاه. ليش؟ لانه انت في موقع هون امام الله عز وجل، هو هون. السجود اهم شغله، السجود. ليش نحن لما بنصلي نطيل السجود؟ هيدي ابليس لما بنحن بيشوفنا عم نسجد، هذه شغله كثير بتعمل عنده نوع من اللي بسموه الحسيه او الغضب، انه انت هذا خرج من الجنه هو كرمال هذا السجود. فنحن لما بنكون عم نصلي اوقات بنكون عم نصلي نحاول انه لما بنلاقي نفسنا انه شردنا بنوقف، نوقف لولا لحظات، بنوقف بنركز اكثر، بنرجع بنبلش من اول جديد. يعني مش بنوقف الصلاه نقطعها، لا، بنوقف بينه بين انفسنا ونرجع نعيد. بس نخلص الصلاه نقعد بينه وبين نفسنا، هاي الصلاه فعلا قبلت ولا ما لم تقبل؟ انا شو فكرت اشغالي باعمالي بسيارتي باولادي بكذا؟ هيدي الصلاه اذا ما مش الحال بدي اقول انا بيني وبين نفسي يا رب انه في صلاه المغرب والعشاء بدي احاول كمان اكثر. انا فعلا صارت معي امور بحياتي هيك صرت اشتغل عليها شوي 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 شوي، لقيت انه الصلاه صارت عاديه. يعني انه انا عم فكر عم بلاقي انه الصلاه عم تكر لحالها، يعني انه شغله عاديه. فلذلك انه بدنا نشتغل على انفسنا، شو اللي عم بخلينا ما عم نروح على صلاه مقبوله وخاشعه ومقبوله عند الله سبحانه وتعالى؟ هم الدنيا، هم الاولاد، هم الاعمال. فنحن علينا ان ندرس واقعنا اكثر ونقعد بينه وبين انفسنا اكثر، نصحح علاقتنا مع الله عز وجل اكثر ان شاء الله. هذا هو. احسنتم. اذن يا ابو علي، خلينا نروح بفاصل قصير لحضره الامام الحسين عليه السلام لمشاهده بعض من اجواء الزائرين واداء مناسك هذه الزياره من حضرته المطهره، وان شاء الله راجعين اليوم. نعم سادتي المشاهدين، فاصل ان شاء الله وإنا رجع. مشاهدينا الكرام، وبعد ما رجعنا من هذا الفاصل شفنا هذه الأجواء العطرة من حضرة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نعم يا أبو علي، احنا رجعنا وياك. أيضا أحب أعرف من عندك أنه شعورك عندما دخلت لحضرة المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، شلون كان لك هذا خصوصا وهذه اللهفة اللي جيت فيها من لبنان لكربلاء؟ هذا السؤال يعني لما هو سؤال صعب، صعب جدا، لأنه أنا لما صارت هذه زيارة الثالثة عن أبي عبد الله الحسين، نعم، وكنت عم بحكي هلا مع بعض الاخوات، عم بقول انا اتحداك انه انت هلا دخلت عند الحرم المولى ابي عبد الله، لكن انا بدي اسالك سؤال، مش اسالك سؤال، عندي تحدي لك. اذا انت خرجتي وقت توديع الامام الحسين، اذا قدرت تخرجي يعني مثل ما انت دخلتي، هذا امر ثاني، لان انا عشت المرحله هيدي. نعم. لما بتجي عند الامام الحسين، لما بتشوف قدامك المقام، انت يعني بعيد، يعني بتشوف على التلفزيون، بتشوف من الناس، من حكي الناس كذا، لكن لما بتشوف المقام وبتوقف انت عند الامام الحسين،
يعني بتكون انت كأنك عم تحلم. هون الإمام موجود، هون ذبح الإمام، هون قتل الإمام، هون عطش الإمام، هون سلية إنسان، يعني بتعيش المأساة بحقيقة. لكن أصعب مشهد كان عندي فعلا بالمشوارين اللي جيتهم، بمجرد ما عم بخرج من يعني مقام الإمام الحسين ما قدرت، يشهد الله علي إنه ما قدرت أظهر بالوقت. يعني كنا نحن بحملة مع الإخوان، وقال من نودع من برا، أنا قلت له ما في، يعني كان زوجتي معي، قلت له أروح على البيت، أنا ما بدي أودع الإمام حسين من برا، يعني ما بتزبط معي. وصلت لتحت إنه بدي أظهر، يمكن يعني بعض الناس طلع إنه هذا زي مش عم بيصير فيه، بتكمش بالباب وعم تبكي إنه إيش مشي وقع وقعد، ما 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 بدي أحاول أكمش نفسي أوقف دموعي ما قدرت. يعني الإمام الحسين عليه السلام فعلا له خاصية في حياتها، وأنا صار عندي كرامات من الإمام الحسين عليه السلام. شنو صار وياك من كرامة الإمام الحسين؟ أنا في سنة 1995 عندي زوجتين، كانت يعني كانت حامل بالشهر تقريبا السادس. نعم. السادس كانت حامل بولد ابني علي الكبير يعني. نعم الله يحفظك. فالله يسلمك. فصار عندي مثل البحة في الصوت، اختفى الصوت كليا، يعني فجأة اختفى الصوت. فروحنا عند بعض الحكماء في لبنان وبروفيسور وكذا فلان، كله قلنا ممكن يكون هذا المرض الخبيث، لأنه ما في شيء وما فينا نعمل أي شيء، يعني ما فينا مثلا نعمل لك صورة رنين أو شيء، لأنه في تشوه للجنين بيصير إنه تعمل أي صورة. نعم. آخر حكيم قال أنا ما أقدر أعمل شيء، هذا بعد ما المرأة يعني تولد، يعني تولد نشوف الوضع شو هو بيصير، بس إن شاء الله له علاج ما بنعرف. فأحد الإخوة دلني على إنسان، يعني الله يسامحه، يعني إنسان رحنا لعنده على أساس إنه هو بيحكم ببركة الإمام الحسين وكذا. نعم. وصلنا لعنده على البيت وأعطى شروط تعجيزية، يعني قال لي بدك تلبس زوجتك شادور، قلت له ما عندي مشكلة. قال بدك تلبس أمك شادور، ما عندي مشكلة. بده يلبس علي كله، ما عندي مشكلة، بس إذا هني ما لبسوا أنا شو ذنب زوجتي، يعني زوجتي مريضة. قال هذه شروطي. فأنا وقعد أنا وهذا الشخص أخذني لعنده، يشهد الله علي نحن أيام الإمام الحسين. نعم. فأنت له هذا الزلم اسمه أبو علي، أنت له أم خلاص أنا ما بدي هو يحكمه، أنا حكمه بفضل أبا عبد الله الحسين، أنا إن شاء الله ببركة الإمام ححكمه. وفعلا كان عندي مجلس، يعني كان عندي مجلس ليلة العاشر من المحرم في بيت أحد الأخوة يعني. وأنا بطبيعة المجلس بيأخذ نص ساعة ثلاث ربع ساعة، لأنه عندي مشكلة في الصوت، عندي يعني مشكلة كان في الصوت. والحكيم قال لي ما، لأنه عندك تباعد في الأوتار فقعد زوجتي بوجه يعني تغري مقابلي أنا، وكان المجلس كبير ولايه العاشر، وكان انا كنت يعني ماخذ المجلس يعني اول مره بقرا ساعه ساعه وشوي، وكنت حاطط كل تفكيري وهمي عندها انه انا يا ابو عبد الله عم بقرا المجلس لها. وقرات المجلس بكل روحانيه وبكاء. نعم. والمجلس كان فعلا مميز، يعني بعد في كم يوم تقول ثلاث اربع ايام شوي شوي، واذا بيرجع صوته عادي. الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وبنتي عندي انا يعني بنتي عمرها 18 سنه، كمان اجاها هذا المرض في غدت. نعم. فحالجتها بعلاج كيميائي ويعني في لبنان بأحد المستشفيات. آخر شيء عملت صورة، قال الحكيم كل شيء رايح، بس بعد في مطرحة 2 سنتي يعني عد، يعني 2 سنتي وشوي بعد خبيث. قال لي بدك ترجع تعمل صورة، لأنه أنا يعني هيدا المطرح المعين بعده ما راح، فبدك تعمل لي صورة. بعد 3 أشهر، هو 3 أشهر عشتهم في قلق، يعني أحكي صراحة كنت قلق على هذا الموضوع. فاجت بنتي ب5 شهر كان الموعد، فقلت لها لزوجتي ما بدي اعمل لها الصوره، بدي ابعتها على كربلاء، وبعد ما ترجع من كربلاء بعمل الصوره. ما بيسوى تاخر، قلت له ما مشكله. وفعلا والله يشهد الله علي والامام الحسين موجود. نعم. بعتها على كربلاء مع احد الحملات، يعني هي لحالها راحت. بس رجعت منا الصوره كان الورم 1.7 من 2.7 للحكيم، كل شيء رجع طبيعي. الحمد لله وشكرا. وفعلا هذه الناس تعجب انه كيف الامام الحسين عنده هذا قليله على يعني قليله كلش من كرامات الامام الحسين عليه السلام. كرامات الامام الحسين لا تعد ولا تحصى، ولا تحصى بالتاكيد. الحمد لله هذه شملتكم كرامات الامام الحسين عليه السلام، وهذا بالتاكيد هو من حبكم لاهل البيت ولقضيه الامام الحسين عليه السلام. اذا تحب تتقدم بطلب للامام الحسين عليه السلام تفضل. يعني انا طلبي الوحيد بس انه استطيع كل سنه يزور الامام، بس ما طلب، ما بدي من الامام غير طلب واحد، انه يعني لا الله سبحانه وتعالى ان لا يحرمني من زيارتهم، ان كان ابو الفضل العباس ولا الامام الحسين ولا الامام عليه السلام، انه يكون لي كل سنه ان شاء الله زياره على كربلاء، لانه كل سنه فيها بيجي على كربلاء عم باخذ يعني باخذ زخم جديد بحياتي. يعني اليوم علشان اليوم بسطع كربلاء مثلا
طلعت اليوم بيني وبين نفسي شو عندي نواقص في حياتي، يعني شو وين اخطات، وين اهملت، وين كذا. يعني اليوم وقفت عند الامام حسين قلت له يا ابو عبد الله انا كرامه اللي لك، انا انظلمت من بعض الناس، قلت له كرامه اللي لك اليوم سامحت كل البشر، كل انسان ظلمني وكل انسان يعني استغابني وبهتني والى اخره. قلت له انا كرامه اللي لك، وفعلا عند المذبح انت قلت هاي الكلمه، انا كرامه اللي لك يا ابو عبد الله انا سامحت كل البشر، ولكن أنا بدي من الله سبحانه وتعالى الإمام الحسين أن لا يحرمني من زيارته في كل عام إن شاء الله. هذه واحدة من مبادئ الإمام الحسين عليه السلام اللي هي المسامحة، وهذا فشيء جدا كبير بقلب كل شخص موالي للإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله الله يتقبل زيارتك، وإن شاء الله ترجع للبنان محمل بحب الإمام الحسين عليه السلام وأيضا برضا الله سبحانه وتعالى. حياك الله يا أبو علي، وشكرا لتواجدك ويانا. الله يسلمك وبشكر قناتكم العزيزة. الله سبحانه وتعالى يجعل هذه القناة دائما في استمرارية، يعني باستمرار وتقدم ونجاح إن شاء الله. نشكرك فريق العمل كله اللي قام معك. نعم أبو علي، احنا سعيدين جدا باستضافتك اليوم ببرنامج كربلاء محط الرحال، وإن شاء الله ترجع لبلدك محمل بحب الإمام الحسين عليه السلام ورضى الله سبحانه وتعالى. نعم سادتي المشاهدين، وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي جاسم الهمين بالإعداد والتقديم، وتحيات الإخوان خلف الكواليس أمير خالد وعلي أصام المصورين، وأيضا تقبلوا تحيات السيد المخرج. نلقاكم بحلقات أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الوقت، مع السلامة.